نروح إلى غير موضوع، نروح إلى الأنبار. الكل يعرف أن موضوع الوضع الأمني يربك كل الأمور، يعني الحياة كلها متعطلة عندنا في العراق، حتى المدن اللي تشهد استقرار أمني هي أيضاً يجي لها ارتباك نتيجة ارتباك الوضع الأمني في بقية المدن، خاصة في بغداد، لأنها بغداد العاصمة فهي تربك كل الحياة الطبيعية. في الأنبار أكو مشكلة يعانون منها يمكن أصحاب السيارات أكثر شيء، أصحاب العبرية اللي يشتغلون على بين خط أنبار بغداد بين مدينة وأخرى يعانون من ضعف حركة السفر. بقى الناس مع العلم أنه بغداد ناس تزورها يومياً بالآلاف إذا مو أكثر، لأن كل المعاملات كل الوزارات هي موجودة في بغداد، لكن هناك مشكلة نتيجة الوضع الأمني، الارتباك الأمني، ونتيجة أيضاً موضوع السيطرات والأسئلة والأجوبة ويعني والتفتيش وهذا الروتين الممل، بالإضافة إلى يعني يبقى على رأسها هو قضية الوضع الأمني. نروح نشوف الناس شنو حشت عن هذا الموضوع ونشوف الأسباب الأخرى ونرجع. دائما ناخذ منا عوائل بغداد، نلقى سيطرات ازدحام، مرة شوية اخوتنا المنتسبين يسهلون امرنا، يعني المريض عنده عائلة يسهل امره يعبره، يعني هلا هلا بينا يعني شوية بالطريق، احنا يعني ازدحام وهذا شو وقت نوصل الدكتور وقت متأخر ما يلحق على الدكتور المريض. يعني اكو سيطرات يعني تتاخرون بالسيطرات اللي تنطب على بغداد؟ نتاخر بالسيطرات تنطب على بغداد 4 ساعات 5 ساعات ازدحام. شلون تشوفون الحركه بغراج الرمادي هسه؟ والله حل مسافرين لبغداد تعبانين، يعني تعبانين كلش، حركه ضعيفه وهاي يعني شفت عينك هسه واقفين احنا من الاربعه لحد هاي الساعه ما اجانا اي سر، وما عندنا غير هاي رزقنا بس على التاكسي. والله معاناه صحيح صعبه، يعني تيجي على السيطره الاولى مال هاي مال فلوجه، يعني بس قاعدين ويتفرجون على العالم، والسره كيلو ونص كيلو وين، والعالم اللي مريض واللي حاله مستعجله واللي على باب الله واللي رزقه على هالشغله هاي على شغله السياقه والاجره، يعني ساعه ساعه تجي يمه ضحك عليك ويضحك ومنين رايح ومنين جاي، بس هذا هو كل شيء ماكو. مرات يقعدون يعلشون وحاب وقاعدين يتفرجون يضحكون. البارحة سيارة تاكسي بيها مرية وبيها شارين قرد، ساعة هم ممك فيها، وآخر شيء يقول هذا الشاذي قام يحكي كلام بذيء، كلام مو حلو على هالمرية اللي يمها حاطة شاذي. زين ساعة ساعة ونص على مال من شنو يعني؟ شنو هو ده يحلو؟ شنو الحل عندهم؟ شنو الحل قاعد يسووه بهالحالة؟ يعني هم قاعد يسيطرون على التفجيرات، التفجيرات قاعد تطلع من بغداد، من جوا، من نفس بغداد قاعد تطلع انفجار، من المسؤولين، من السياسيين، حرب بيناتهم، هي حرب بيناتهم، حرب سياسية واقعة براس الفقير وبراس السائق وبراس المواطن اللي يروح يجي على باب الله. تشوفون حركة ضعيفة بالجراج؟ مو حركة ضعيفة، ما اجي انا كل 3 ايام 4 ايام بدي اجي، لو اطلع لو ما اطلع، ما قاعد اطلع انا، رزقي على الله وعلى السيارة. إذا كل 5 أيام بدي أروح أجي أصفي لي 40، يعني شلون إيش راح آكل هذا؟ آكل آكل تبن آكل لو أوقف على السريعة، أشهد لله يا محسنين. أخوي إحنا مدمرين طريق 35 تحويله، هو صار عليهم انفجار، إحنا ما لنا أي سبب، إحنا سواق تاكسيات، السواق المواطنين عوائل مدمرين دمار بالتحويله. التحويله مال 35 دمرونا بها دمار فدنوب، يعني ما خلونا يعني طريق نمشي بها، إحنا طريق مال أوادم، يعني تروح قوة تطلع من الترابة والطينة. يعني تقرص السيارات، ابو التريله ما يقدر يصعد، يجيك محمل شلون يمشي هو؟ اذا يجيك محمل شايل بال50 طن شلون يقدر يصعد؟ شلون الصعود مالته؟ شلون النزول؟ ناس كليتها مدمره دمار مسيطره من 35. شوفوا اكو حركه ضعيفه بالنسبه للمسافرين لبغداد والهيت؟ اي حركه، هاي الناس قلت يعني من وراء هاي الشغلات، من وراء سيطره ال35 عرقلتهم فدنهم. يعني الشارع سدوا علينا، يعني احنا شنو ذنبنا؟ طقت عليهم احنا ما لنا شغله اخي. هذا الشيء يعني اللي نشكي من عنده، من سيطرة 35 دمرتنا. حركة المسافرين هي حركة المسافرين قليلة، يعني احنا نجي من هيت نجي هنا من 5:30 ما نقبط لثلاثة العصر، قليلة، لأن العالم تخاف، ما حد لا حد يروح ولا حد يجي. وعندنا سياراتنا مو مرقمة، شو يسوون؟ ياخذون ينزلوا العبرية من السيارة ياخذون السيارة.
ليش؟ لا مو بالخمسة، بالجيش كله الجيش. ها؟ محافظة الأنبار، ها؟ ياخذون السيارة ويحاسبوك على الرقم، زين إذا أنتم دولة ما بترقمونا، لعد احنا نرقم. يعني أتصور حتى مو بس الوضع الأمني، حتى موضوع الطريق والمشاكل اللي في الطريق، يعني مشاكل هي المشاكل تجي بسبب سيطرات، انه مو بس السيطرات انا كطريق اغلاق الطريق فيضطر ينزل على التراب، فما دعانون يقول لك انه انا مثلا سيارتي ما تطلع ما تمشي بالتراب، او مثلا السيارات التريلا اللي هي بها حمل وكذا فتغرز بالتراب، فبالتالي انه يعانون من مشاكل حتى مروريا كثيرة. مرعبه لانه حوادث كثيره جاي تصير. انا اعتقد انه الناس بدات تقل من السفر عن طريق البر، بدات تلجا مضطره عن طريق الجو رغم انه هي اغلى بكثير، يعني فهي هم ايضا مناشده لان احنا وضعنا مرتبك يعني برا. يا ريت تكون وزاره النقل شويه تخفف من موضوع النقل بين المدن، يعني محليا تكون اقل سعرها، يعني واحد اذا يريد يسافر فوق ال 200,000 ما اعرف يعني ايش قد هي كثيره على خاصه اذا واحد عنده مريض ما يقدر يودي عن طريق البر، فيا ريت يعني اكيد يضطر ينقل عن طريق الجو. بس اكيد انهم راح يصير عنده معاناه، يعني المواطن اللي يريد يسافر عن طريق الجو اكيد دخول مطار تفتيش والجنطه تتاخر وكذا، فاذا بالبر انه طريق ساعه من الانبار للبغداد فاكيد بالمطار راح يكون ثلاث ساعات. اسهل امنيا وحتى بالنسبه لل يعني للمعامله هي تكون افضل بالجو من البر. احنا نتمنى انه يعني يرجع الوضع طبيعي والناس تسافر برا او جوا باي طريقه كانت. طيب نذكر بطرق التواصل، نذكر بطرق التواصل الاجتماعي على الانترنت وصفحه اهل المدينه الوحيده والرسميه على الفيسبوك، هذه هي صفحتنا الوحيده والرسميه، واكيد صفحتنا على موقع تويتر.